السلام عليكم. اليوم بدنا نشرح موضوع اللي هو مطلوب مني رقم 5 اللي هو How to Design an Active Log. خليني أحول للورقة. أوكي، هون أنا رسمت ال Differential Pair with an Active Load، وعندنا تحت اللي هو Current Source. هلأ لما نعمل ديزاين، لما نيجي بدنا نعمل ديزاين ل ان اكتف لود، راح يكون جيفن لنا اكثر من شيء، اللي هم راح يكون جيفن الفي كومن مود ماكس، الفي كومن مود مينيمم، راح يكون جيفن لنا برضه اللي هو اليونيتي جين فريكوانسي والسلو ريت والديفرنشال جين وقيمه الكاباستر عند الاوتبوت والاي بايس. اوكي، هلا خليني ارسم الفي كومن مود. انا هون ما رسمته. هذا اللي هو الفي كومن مود. خلينا نرقم الموسفتس. هون عندنا 1 2 3 4، وعندنا تحت 5 و6. هذا هون دايت كونكتد ديفايس. اوكي، خلينا نستفيد من الاشياء اللي هي given لنا. هون نبلش بالV common mode max، قيمته اللي هو V of D plus V of T. هلا V of D عندنا 1 او عندنا V of D 2، اي وحدة منهم راح نستخدم. ال V of D1 قيمتها V DD minus ال V GS 3، يعني الموسفت رقم 3. ال V D2 قيمتها V DD minus ال V overdrive ل 4. اوكي، احنا اي وحدة من هدول راح نستخدم. هلا احنا كلنا بنعرف انه ال V overdrive equals V GS minus V of T، معناته ال V GS أكبر دائما من ال V over drive، معناته ال V D1 قيمتها أقل من ال V D2، فإحنا رح نستخدم هاي لأنه إحنا رح ناخذ ال worst case scenario هون. فنيجي نرجع للقانون تبعنا، V max حكينا equals V D1 اللي هو V D D minus V G S 3 plus V of T. احنا given عندنا بالسؤال V max و given V DD و given ال V of T، فنقدر نطلع ال V GS 3. ال V GS 3 إلها برضو قانون اللي هو يساوي جذر 2i of D على أوميجا على L 3 بال K. راح نستعمل ال K of B. ليش؟ عشان ال K of B هون عندنا MOSFET رقم 3 هو PMOS device. هون ما ننسى عنا اللي هي plus V of T، هاي اللي هي V of V، وهاي اللي هي VGS و VT. احنا وجود عندنا ال VT وال VGS طلعناها، فعشان نطلع ال Omega L3، عشان نطلع ال Omega L3 راح نحتاج نطلع ال ID3. فإذا طلعنا الـ ID3 بنقدر نطلع الـ Omega L3. أوكي، هلا إحنا أصلاً إيش المهم عندنا بالديزاين؟ بدنا نطلع الـ Omega على L لكل ترانزستور موجود عندنا. أوكي، فهون إحنا بنحتاج الـ ID3 عشان نطلع Omega L3. راح نيجي هلا هون نستعمل الـ V Common Mode Minimum تساوي VGS plus V over drive 5. اوكي، هلا ال V over drive 5 يساوي V، عمل V over drive موضوع قانون، V minimum minus VGS 1. هلا احنا ايش عندنا؟ بس عندنا ال V minimum. لو نيجي نعمل قانون ال V over drive واللي هو يساوي جذر 2ID على الأوميجا على L
بال k of n هون 5 ليش؟ لأنه المواصفات رقم 5 هو MOSFET device، هو NMOS device. فإحنا هون إيش رح نحتاج؟ هاي V over drive. فعشان نطلع الأوميجا على L رح نحتاج نطلع قيمة ال VGS1، فإحنا هاي رح نخليها لبعدين، وبرضو ال ID3 رح نخليها لبعدين عشان نطلع قيمة الأوميجا على L رقم 3 ورقم 5. اوكي هلا نيجي نستفيد ايش ثاني من الجيفن لنا، اللي هو السلو ريت. احنا اخذنا باول شابتر بالاوب امبس انه الاي ايكوال سي دي في على دي تي، بس ايش قيمه السلو ريت؟ السلو ريت حكينا اللي هو دي في اوفر دي تي لما تكون عندنا ماكس. يعني لو عملنا هون السي تحت راح تصير تساوي السلو ريت اي ماكسيمم على سي. سي هون عندنا هي كونستانت فما راح تفرق معنا بشيء. فاحنا عندنا السلو ريت وعندنا السي، نقدر نطلع قيمه الاي ماكس. الاي ماكس ايش هي؟ الاي ماكس ايكوالز عندنا الاي اس اس اللي هي هون. ماشي اوكي، زي ما اخذنا بالمحاضرات اللي قبل بنقدر نحكي بالديفرنشال امبليفايرز انه الاي اس اس على 2 equals اي دي يساوي عندنا اي دي 1 ويساوي عندنا اي دي 2. احنا كنا بنحتاج للاي دي 3 عشان نطلع اوميجا على ال 3، فاحنا هون طلعنا اي دي 1. الـ ID1 equals الـ ID3 من خلاله نقدر نطلع الأوميجا على L3، والأوميجا على L3 تساوي الأوميجا على L4. فإحنا هون طلعنا أول اثنين. أوكي هلأ راح نستفيد برضو من إشي تاني جيبن إلنا اللي هو الجين المطلوب. الجين زي ما بالمحاضرة الأبل اللي هي كانت عن الـ differential pairs with an active load أخذنا إنه الجين قيمته gm بالـ r7 طلعت إنه r output 4 parallel مع r output 2. نقدر نطلعها هون برضو، لو حكينا إنه الـ r7 هو جاي من هون راح يكون هاي الجهة parallel مع هاي الجهة، هون عندنا راح يكون R output 3 وهون حيكون عندنا R output 2. وخلينا نحكي انه بدنا نستخدم هلا اللي هو Unity Gain Frequency. اخذنا بالاول شابتر انه في عندنا اشي اسمه Corner Frequency كان يساوي 1 over R of C، وكان هون ان ال R بي R 7N تساوي 1 على R output 4 parallel مع R output 2 ضرب قيمة الكباستر. فنرجي هون نستعمل هلا اللي عطونا اياه اللي هو frequency unity تساوي corner frequency ضرب gain، فيساوي الجين اللي هو جي ام ب ار اوتبوت 2 بارل مع ار اوتبوت 4 ضرب اللي هو الكورنر فريكونسي اللي طلعناها هون اللي هي 1 اوفر سي ب ار اوتبوت 2 بارل مع ار اوتبوت 4. هلا بنقدر نشطب هاي مع هاي بصفي عندنا اليونيتي فريكونسي f of t equals gm على c. فاحنا هيك عندنا هاي وعندنا هاي، بنقدر منها خلالها انه نطلع قيمة gm. شو بنقدر نستفيد من gm؟ انه نطلع ال v over drive. شو بنقدر نطلع من over drive؟ نقدر نطلع قيمة الاوميجا على l. فلو اجينا هون عملنا ال V over drive equals القانون تبعه اللي هو 2ID على اللي هو الأوميجا على L، احنا بنطلع هون 1 أوميجا على L1
بال k of n كله تحت الجذر. هلا احنا ايش بنحتاج عشان نطلعها؟ الموجود عندنا ال id وال k موجود، بنحتاج ال v over drive. ال v over drive علاقته بال gm اللي هي تساوي 2id، sorry 2id على gm. واحنا عندنا ال gm وعندنا ال id، بنقدر من خلاله نطلع ال v over drive، ومن خلال V over drive نقدر نطلع أوميجا على L1. فإحنا هيك طلعنا أوميجا على L1. أوكي، هلأ إحنا إذا نرجع لأول إشي استعملناه اللي هو بال V common minimum، كان عندنا يساوي VGS plus V over drive 5، VOV كان تساوي V minimum minus VGS 1. كنا بنحتاج فقط VGS 1 عشان نطلع الأوميجا على L5. احنا هلا بنقدر نطلع ال V GS1 كيف؟ لأنه طلعنا قيمة ال V VOV زي ما شفنا هون. فنقدر نرجع نحكي إنه V over drive 5 تساوي V minimum minus ال V GS1، وال VGS1 تساوي V over drive 1 plus ال V of T. لأن لأنه الموس أوكي هاي موجودة عندنا وهاي موجودة عندنا من هون، سوري أوكي. فإحنا هيك طلعنا قيمة ال VGS1 وموجود عندنا قيمة ال V minimum، فهيك إحنا بنجيب قيمة ال V over drive 5، وال V over drive 5 يساوي عندنا 2i of d على الأوميجا على L5 ضرب ال k of n كلهم تحت الجذر. وهيك احنا ايش عندنا؟ موجود عندنا ال id. لو نرجع الرسمة قديش قيمة ال id للموسفت رقم 5 اللي هو ال i of ss. ف راح نيجي هون، موجود عندنا ال i of d، وموجود ال k of n، وموجود ال v over drive 5 طلعناه من هون. فمن خلاله بنقدر انه نطلع قيمة الأوميجا على L5. اوكي، هلأ أوميجا L5 ايش علاقتها بالأوميجا على L6؟ زي ما حكينا ال i bias هون، اول اشي حكينا ال i bias راح يساوي عنا احنا بدنا نعمل له بايسينج، فلازم الاي اس اس يتضخم. بشكل عام بيكون يا 5 اي بي او 10 اي بي. فالاي بي بنقدر نحكي ان قيمتها اي اس اس على 10، معناته الاوميجا على ال 6 راح تساوي عنا اوميجا على ال 5 على 10. هيك احنا طلعنا لهلا الاوميجا على L3 و4 وال1 اللي هي طلعناها، وين طلعنا الاوميجا على L1؟ طلعناها هون بعد ما طلعنا V over drive. هيك طلعنا برضو قيمة الاوميجا على L5 والاوميجا على L6. اوكي، هلا نيجي هون هلا في حال عندنا طلع مشكلة بالديزاين، المشكلة ممكن تطلع عندنا اللي هي الجين. هلا ممكن الجين يكون مطلوب منا رقم وممكن يطلع عندنا أقل، فكيف بدنا نزيد هذا الجين بدون ما يتغير عندنا أي من الأشياء اللي كانت given، بدون ما يتغير الأوميجا على L؟ ففي طريقة لنزيد الجين. نقدر نحكي قانون الجين A differential is equal to ال GM زي ما هلا كتبنا R out 2 parallel مع R out 4. طيب
عشان نحصل على gain أعلى بدون ما نغير أي إشي. نقدر نحكي هلا إذا غيرنا الـ GM راح يتغير عندنا الـ V over Drive، وإذا هيك راح يتغير عندنا قيمة الأوميجا على L، فما بنقدر نغير في الـ GM. نيجي على الـ R output. الـ R output قيمتها اللي هو VA على I of D، برضو ما بنقدر نغير بالـ I of D. ليش؟ لأنه إذا تغير الـ I of D راح يتغير الـ V over Drive، خلال راح يتغير الأوميجا على L. فبنيجي للـ VA. الـ VA هو يساوي L ضرب V per micrometer. فالـ VA directly proportional to اللي هو length of transistor. فإذا إحنا بدنا نزيد الـ length، الـ VA رح يزيد، من خلاله الـ R output رح يزيد، والـ gain differential gain إذا هيك رح يزيد. فأحسن طريقة إذا بعد ما عملنا ديزاين وحابين نزيد الجين عندنا، نقدر نزيد the length of the transistor بدون ما يتغير أي أوميجا على L عندنا، وهاي هي أحسن طريقة عشان نزيد الجين. وهيك إحنا نكون خلصنا لل how to design active load. نعمل بس بريف سريع، نرجع هون. okay. هلا كان عندنا given اللي هو V max و slew rate، V minimum، differential gain، unity gain، frequency، والcapacitor، والI bias. اوكي رح نبلش هون. رح نحكي ال V common mode minimum يساوي ال VGS plus V overdrive 5. ليش؟ هي ال VGS هون VGS 1 وال V overdrive 5 هون، فاحنا بدنا اللي هو ال minimum voltage اللي هي هون رح تكون عندنا. فاحنا موجود عندنا ال V minimum، فبدنا نحتاج نطلع ال VGS1 وال V overdrive 1. ال V overdrive قانون له اللي هو جذر 2ID5 على اوميجا على L5 ب K of N. ال ID5 اللي هو ISS، فاحنا بنحتاج ل ال VGS1 عشان نطلع الأوميجا على L5. خلينا لبعدين ونيجي هون. نحن نستفيد من ال VMAX. ال VMAX equals VD plus V of T قانون. بس ال VD راح نستخدمها اللي هي VD1 لأنه قيمتها أقل من VD2، فإحنا بناخذ ال worst case، بناخذ VD1 بنعوضها هون. إحنا موجود عندنا هيك ال هي عوضناها، موجود الـ VMAX والـ VDD موجود والـ VT موجود، ففقط بنحتاج نطلع الـ VGS. بنطلع قيمة الـ VGS ونسويه بالقانون تبعه. فإحنا موجود عندنا الـ VGS والـ VT موجود، فعشان نطلع أوميجا على L3 راح نحتاج ID3. كيف راح نطلع ID3؟ راح نستعمل الـ slew rate. اوكي هلا الـ slew rate يساوي dV على dT when in maximum. So I max over C. موجود عندنا قيمة الـ slew rate وموجود عندنا قيمة الـ capacitance، فهيك رح نطلع ثواني، هيك رح نطلع قيمة الـ I max. والـ I max نقدر نحكي إنه هي الـ ISS. وهون عندنا الـ differential pair amplifier، نقدر نحكي انه الـ ID1 equals ID2 تساوي ISS over 2. والـ ID1 هو نفسه الـ ID3 لأنهم in series. فمن خلال هذا الاشي احنا طلعنا الـ ID3. نرجع هون، كنا نحتاج ID3، منطلع الأوميجا على L3، والأوميجا على L3 تساوي أوميجا على L4. هيك احنا طلعنا أول تنتين. رح نرجع على الجين. بالمحاضرة السابقة أخذنا إنه الـ gain for this هو أول شيء نطلع الـ R Thevenin اللي هو parallel هاي الجهة مع هاي الجهة. هون عندنا R output 4 وهون عندنا R output 2، بناخذهم in parallel. والـ GM capital هي GM. فرح نرجع هون، في عندنا الـ corner frequency أخذناها بأول chapter كانت تساوي 1 over RC. R اللي هي R Thevenin،
إذن تساوي 1 over R output 4 parallel مع R output 2 ضرب C. فراح نيجي للجيفن إلنا اللي هو unity gain frequency تساوي الكورنر frequency ضرب الجين. لما نعوض هاي بتشطب مع هاي بيضل عندنا GM over RC، فعندنا unity gain frequency وعندنا C، بنقدر نطلع الGM. الGM شو بنقدر نستفيد منها؟ الGM نستفيد منها انه بنقدر نطلع من خلالها قيمة ال V over drive. هاي ال V of V equals 2ID over GM، وعندنا قيمة ال 2ID وعندنا قيمة ال GM، بنطلع V of V من خلالها، وال V of V برضو من خلال قانونها بنطلع قيمة الأوميجا L، لأنه عندنا كل الباراميترز هدول. فإحنا هيك طلعنا قيمة الأوميجا على L 1، ومن خلال ال V of V احنا بنقدر نطلع قيمة ال VGS، لانه ال VGS equals V of V plus V of T، وعندنا هاي وعندنا هاي برضو، فبنطلع قيمة ال VGS 1. هلا ال V احنا كنا بنحتاج لقيمة ال VGS 1 زي ما شفنا هون عشان نطلع أوميجا على L5، فإحنا هلأ طلعنا VGS1 من خلالها نطلع قيمة الأوميجا على L5 لما تكون ID5 equals ISS. وزي ما حكينا الـ I bias راح تكون أصغر 10 مرات من الـ ISS، ممكن تكون أصغر بخمس مرات بس إحنا هون أخذناها 10. ف هتكون الأوميجا على L6 equals أوميجا على L5 على 10. هيك احنا طلعنا ال6 وال5 برضو. ولو اجينا هون حكينا بدنا طريقة نزيد فيها قيمة الجين بدون ما يتغير اي اشي من الأوميجا على L عندنا. فالطريقة الوحيدة اللي هي منزيد في اللينكث، لانه اللينكث is proportional to ال VA، كل ما زدنا ال VA راح يزيد عندنا ال R output، ومن خلال ال R output راح يزيد عندنا ال gain. وهيك كل إشي يعني بقدر أشرحه، ويعطيك العافية.